بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس. اليوم إن شاء الله رح نتطرق لموضوع الـ Discovery of X-ray والمراحل اللي عدت في تطور الأشعة. بداية، كان اكتشاف الأشعة بشكل مصادفة incidentally finding. كيف صارت هاي بالضبط؟ في عام 1870 ل 1880 قام العالم ويليام كروكس، العالم الإنجليزي، بصناعة أنبوب سماه كروكس تيوب. هذا الأنبوب عبارة عن أنبوب مفرغ من الهواء. في 1895 بالتحديد في 8/11 العالم ويليام رينجن، وهو بيشتغل في معامل في جامعة ويرزبورغ يونيفرسيتي الموجودة في ألمانيا، قام بتغطية الأنبوب بشكل كامل بصفيحة سوداء. بالمصادفة وعلى بعد عدة أمتار من الأنبوب كانت في صفيحة مصنوعة من الباريوم بلاتينو ساينيد. هاي الصفيحة بعد ما تعرضت لإشي مجهول ضوت الضوء، طبعا الجلود، سماه العالم رينجن بالفلوريسنس. فاكتشف انه في شيء خفي من الأنبوب بيطلع وبيعمل على اختراق الغطاء الأسود وانه يعمل الفلوريسنس للصفيحة. فيما بعد قام بتجربة بحيث انه وضع ايد زوجته ما بين الأنبوب بعد ما غطاه بشكل كامل وما بين صفيحة الباريوم بلاتينو ساينيد، وطلعت عنده ايد زوجته بالهيكل العظمي. بعد اكتشاف رنتجن للأشعة تم استخدام هاي الأشعة في المجال الطبي، بحيث طوروا عدة أجهزة بتشتغل على الأنبوب اللي هو الكروكس تيوب. من هاي الأجهزة الراديوغرافي أو الكونفنشنال راديوغرافي. طبعا في الكونفنشنال راديوغرافي الإكس راي تيوب بيكون فوق المريض، وفي حين الإيمج ريسبتر أو الفيلم بيكون تحت التيوب. ثاني موداليتي تستخدم عندنا الكروكس تيوب أو الإكس راي تيوب هي عبارة عن الفلوروسكوبي. الفرق بينها وبين الراديوغرافي إنه الإكس راي تيوب بتكون تحت الطاولة، في حين إنه التلفزيون مونيتنج بتكون فوق الطاولة. وآخر جزء من الموداليتي اللي تستخدم الإكس راي تيوب الكمبيوتر توموغرافي أو السي تي، بحيث إنه الإكس راي تيوب بيكون روتيشن، والديتكتور اللي بيستقبل الأشعة برضو بتكون روتيشن حوالين المريض. بتطلع الصورة بشكل فوليوم، بشكل حجم، ومنها بنقدر ناخذ عدة مقاطع مثل الكورونال، الساجيتال، الأكزيال أو الترانسفيرس، وبالأوبليك بلانس. مع تطور الحقل الطبي في الأشعة تطورت الكروكس تيوب إلى الأنبوب الموجود حاليا في الصورة عندنا، بحيث أنه الإكس راي فولتيج يقاس بالكيلو فولت، والإكس راي كارنت يقاس بالملي أمبير. طبعا في الأيام الحالية يتم استخدام الإكس راي فولتيج من 40 إلى 150 كي في بي أو كيلو فولت بيك، والكارنت بيستخدمه حوالي 1000 ملي أمبير. سابقا وقديما كان الإجزام الواحد يأخذ تقريبا 30 دقيقة. لحل هاي المشكلة في عام 1896 قام العالم مايكل بوبين باختراع واكتشاف الانتنسيفاينج سكرين أو السينجل إيمالشن، حتى تقل عندنا الوقت اللي بأخذ فيه الصورة. وفي عام 1918 قام العالم تشارلز ليوناردو باكتشاف الدبل إيمالشن، بحيث أنه قلت الوقت للنصف عن السينجل إيمالشن اللي اكتشفها مايكل بوبين. طبعا الانتنسيفاينج سكرين قللت التايم وزادت الايمج كواليتي للصوره. في اوائل القرن العشرين ومع بدايات التطور للاكس راي كان الايمج ريسبتر او مستقبل الاشعه مصنوع من الجلاس بليت. بعد الحرب العالميه الاولى تم استخدام الفيلم، واول فيلم كان مستخدم من ماده السليولوز نيتريت. بعد ذلك استخدموا عدة مواد مثل الزنك كاديميوم سلفايد، وآخر شيء استخدموا الكالسيوم تانجستيت، وعدة تطورات حصلت في الفيلم راح نوافيكم فيها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. من المعروف عن الأشعة إنها بتسير في جميع الاتجاهات أيزوتروبيكالي وإلها مضار كثيرة. لذلك قام العالم ويليام رولينز بتحديد الأشعة الخارجة من الإكس راي تيوب عن طريق الفلتريشن والكوليميشن. بعد ذلك
حدث أمرين ضروريات جدا في علم الأشعة، حيث قام العالم في 1907 العالم سنوك في صناعة الترانسفورمر، حيث عمل على استقطاب الهاي فولتيج باور سبلاي، بتقل عندنا الوقت في إعطاء الهاي باور سبلاي، بالإضافة أنه بتزيد الإيميج كواليتي. وفي عام 1913 قام العالم ويليام كوليدج باستحداث وتطوير الهوت كاثود إكس راي تيوب، اللي هو المستخدم حاليا في الأجهزة الحديثة. فوائد هذا التيوب أنه بيكون مفرغ من الهواء، فالإنرجي اللي بتخرج منه بتكون أكثر دقة وأكثر فعالية. تطور اللاحق في عام 1913 قام العالم جوستيف باكي بتحديث وتطوير الاستيشنري جريد، وهو قطعة صغيرة موجودة تحت الطاولة بتعمل على فلترة الأشعة حتى تحسن عندنا الكواليتي تاعت الإيمج. في 1915 تم تطوير الموبايل جريد. بعد ذلك أصبح في تطورات هائلة في علم الأشعة، منها في عام 1950 اكتشاف الإيمج انتنسيفاينج تيوب المستخدم في الفلوروسكوبي، في عام 1960 تطوير الجاما كاميرا المستخدمة في الراديو آيزوتوبس لمعرفة الفانكشناليتي للأعضاء الداخلية داخل جسم الإنسان، في عام 1970 تطوير وتحديث البوزيترون إيميشن تيموغرافي أو البيت إسكان، في 1980 تطوير الماجنتيك ريزونانس إيميجينج أو الأم أر آي. هيك بنكون قدمنا لمحة سريعة عن التطور الحاصل في علم الإشعاع، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة رح نشرح طريقة عمل كل من هاي الأجهزة على حدة. ولو كنت أول مرة